السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. على الحالة اللي احنا فيها توا في تونس كما العادة، سمعنا الخطابات الكل، سمعنا ناس تندد، ناس قالت على الدولة شبهها، هذه كيفاش شبهها مش ماشية، الآخر يسب. في الحكاية جو بروبوز ان تخيك، ما عادش كان سفيان الغوت ولا شكون بلاد في العالم توا تقول انا بلاد من غير ما البنديه نتاع العالم يصح. هما صهاينه ولا امريكان، والبلاد باش تخلع ساقيها لازمها تحاول تمشي الحيط الحيط حتى تحاول. توا الحاله معروفه، معناها لازم تمشي الحيط الحيط حتى لين تحاول تعمل شويه تحالفات وتقف. هكاك التاريخ فسرنا هكاك ديما، فما بلاد كبيره هي تضم على الدنيا كله، والبلدان الاخرين باش تنجم تقع ساقيها معروفه معناها. حتى كان نشوفوا في الموضه الاماليه اللي عدونا في بلادنا، نشوف انو الصيد ولا النمر ولا حصح مش يحب يحكم في الكلون، يبدا من بعيد ويعيش من بعيد ويقوي مشكلاته ودرا شنو، ومن بعد يعمل هجمه الاولى هجمه ثانيه يتقوى بزوز اخرين ويحاول يفك البلاصه. دونك ما نبداش نتباهلوا تونس، واش بيه النهضه واش بيه الدوله واش بيه الترويكا وما خذاتش ونضربوا على الطاوله. الترويكا مساكن حسب رايي انا صح، كيما قال بورقيبه العام، الجمله الوحيده اللي فزعكوا بها بيه عنده، خذوا طالب شو سيور، انا مانيش نعمل خذاتوا طالبك بظروف ما نشوفوش في واخي مصر هكاك تنكون باش تحكم في روحها. لو ليبيا هكا شوف عاد كيفاش بنسلكوها، يمكن نتحماو فيها 10 ونشوف كيفاش بنسلكوها مع ليبيا. والعملية ظاهرة، نحب مصر وتونس مصر وتونس وليبيا وندخلوا مع تركيا، هو زي في السورة بتصير الإلكشن في الباب ببرانسي إسلامية المغرب كيفاش، وقتها كي نعملوا معناها نعملوا باكت مع بعضنا وصحيح ونربطوه بالبدان وفما بون فولونتي انتر الوزراء، بتاتر وقتها نبدأ نركزوا شوية على الطاولة ودنكو. احنا دنكو نسينا كل شيء وش بيه ما تكلمش، معناها دنكو الجماعة هذوما اللي خيرناهم في شدنا الدولة عملوا طول بروف بوسيبل، معناها باش تظهر حاجة خاصية في بنادم قداش وخايب. انا ريتها حتى من روحي. جماعة شدوا الحبس، مش مسايبين، من عارف 8 ياكلوا في العصار، من عارف 8 أكثر من عارف 8 ياكلوا في العصار، ضربوهم، فرشقوهم، عملوا لهم عائلاتهم تشتت، هو قدام عائلاتهم عندهم يقولوا تلمو كانوا سبب في تشتيت وتمرميد الناس اللي في جرتهم. خرجوا من الحبوسات منا، حطوا الكوستيم وكبشوا وعضوا على الحبل وشدوا. شكون خلط عليهم؟ خلط عليهم الشعب. وبدينا احنا حتى اللي صححنا لهم باش يشدوا، كيف اللي عندنا شفاء واحد اخر، كيف اللي عندنا حزب واحد اخر اخطا النهضه باش يشد الحكم، ما عندناش. يا نرجعوا للتجمع، يا شدنا واحد من الاحزاب بدون ما عندوش، حتى النومبر دي جون باش يشدوا الدوله ما عندوش. مهما حزب نجم يشد الدوله هو يسمع عنده ريلاسيون انترناسيونال، عنده شنو يعرف السفراء ويعرف الدول ومعروف واعضاء معروفين باش يتعدى. ما كانش يحب فينا حمارة. تكلمت لي ماما مع واحد عراقي يحكي لي شنو صار في العراق، شنو عملوا الامريكان والصهاينه في العراق. تقول انا لا ما عادش عراقي وذكر هذيك البلاد والاصل هذاك ما نحبوش. يحكي لي قال لي يا مراد ما معناها وقت تخرج من الشارع ما تعرفش شو قلت لك خوك ولا واحد مبعوث من برا ولا في صف ما تنجمش تعرف. قال لي فلوس موجوده تشد خدمه في 4 سنين في الاداره، اما العايش ما عادش ما تعرفش شكون شغلك، ما تعرفش شكون الناس ما عادش تتكلم معاها، فما اللي تروماتيزي من الكير، فما اللي قال لي ما عادش بلاد ما بين النهرين. كي هبطوا عليك الجماعه اللي نيتهم كان حرام ويزيد يكمل الشيطان، البلاد ما عادش يودوها بلاد والعباد ما عادش تولي عباد. النهضه سيرمون راهي شاطحه حتى ظهر على الحكايه من هناك. يهدوها يقولها نردو كراكول ومبروس ما بيهدوها يقولها بابا سمعت شراينا، وبعدين يهدر فينا العجب الدم كيفاش بيشكو في كل بلاد يزيد يتعاونوا بالبهاله اللي عندنا جماعه التجمع. في بعض الجامعة مبيعين رواحهم مبيعين في كل بلاد سي نورمال احنا 11 مليون في كل بلاد، فما انتو تاع ناس
ما عندهمش هم، تربوا مرضى البزين، يبيعوا كل شيء، موجود هذا البورسنتاج في كل شعب. دونك هذوكم يستعملوهم يدخلوا البلاد البارة. هاك شوف احنا معناها كل تونس يخاوم انها تونس الكتلة واحدة. مي هانا توكي جاتنا هالبروبوزيسيون تاع الثورة، واحنا مش فاهمين احنا فما عندنا نجموا نعملوا قبلية، تجم تصير، نجم تقول كيف نقولوا هما في الجنوب صارت بين 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 عائلات، معناها ما تعرف كبر كبر بوبولاسيون، تنجم تدخل غولة كيما تحب وتعمل شو تحب. والحروبات المبلبزة رينا منهم، العراق عملوا لنا دبوزك من هناك، خلاها قعدوا لنا تراكس ضربوا قتلوهم بعد تلك غلطنا. بارلابور معناها قال لك خفنا ان باش يقنبلونا، خي مش عارف احنا قبلة ذرية، المجرمة اللي عندنا هذوما صهاينة ولا تشوف كابال خي تحبوا. احنا نوصل لتونس يدخل واحد يفيولي لك امك واختك قدام عينيك ويقتلكم الكل ويقص لك ساقيك، نعدوا 3 سنين هكا نتخافوا له كل سيكولوجيكمون. دونك النهضة وقت اختارناهم ناس كان عاود نتخكوا شوية، الناس عندهم عملوا تو لي بروف اللي هما رجال، والبوست اللي هما شادينهم مش كادو عباد، معناها هما طول حياتهم بيرجعوا عائلاتهم مش يكملوا ما يرجعوا في عمالة. والناس الكل يقولوا للخير ايزون فوندي لور في، انا راهم هكا وانا طيب العباد. وكي ندخل في دوامة هذيك كلهم يخرجوا لنا حكاية كلهم يخرجوا، حتى مخي انا جو بونس كو جو ميتريز، ولي ما عادش جو ما ميتريز، ما عم سايبين جماعة بينيترين الاتحاد العام التونسي للشغل وجماعة الشعب حياتهم كاملة هما كامبين، معناها وجو هذاك كامب نحط راسيت هذا على راس هذا وانترنت وزيد زلق جابها في جاتنا الانترنت، هي اختار واحد فيها اللي زلق وفيها مي نعدلوا شوية البوندول بها شوية اونتر نو des admins on se fait confiance on sait à qui faire confiance mais je n'aime rien faire mon choix et le mot capuchin à les médias enfin ma hachette maintenant je ne sais pas نطيحوا تكربس منا تكربس منا تدخل فيها كرتوش شعبي سلم يرجعوا كيما في رومانيا يرجعوا لها جماعه السيكوريتات. هي سي بوسيبل، يا تو سيناريو بوسيبل دون ان بوبل، اون بلوس لي زوتي باش ندخلوا بوبل بعض موجودين، والتاريخ ذاخر حكايه اليندي حكايه الكويتيين كيفاش يكذبوا عندهم كيما يقول داخل الميديا مونسونج صنعه ولات ميديا مونسونج ولات صنعه. وعلى دمكو نزيد نحطوا دولتنا نحطوها سو بريسيون، وفي الانتخابات الجايه يولي فما ريسك، ونزيدنا نحطوا نرجعوا الثقه للخونه. ظهر لي فكرتنا ماهيش طيبه يا جماعه، والعباد هذوك حتى كان عاملين طرف غلطات فما شويه كان نساو من كثره العمل زادت تعمل دي زوميسيون وكثره البريسيون، وان بليس ماهمش معصومين من الغلط. مي خموا شوية، العباد هذوك ما نلقاوش خير منهم، ما نجموش نلقاو خير منهم، سي با بوسيبل. الناس ايزون في لور بروف، ايزون في لور تروك، أحسن ما عندنا في تونس هما هذوك. تجي تقول واش بيهم يعملوش بيهم ما يعملوش، نحاولوا نوصلوا لهم، بدات حتى الاتصال، حتى في الميديا، مرافيلو با تروس سيكسبوزي. خاطر يفو دير دي شوز وي فيل با دير دي شوز، يحبوا يخدموا. فما برشا حاجات لازم تخدم بالسريه في الدول وحتى في الدين، كلهم عاونوا بخدمه امورهم بالكتمان، مش تخدموا اموركم، عاونوا روحكم بالكتمان، وهذا معروف حتى في السياسه معناها يخدموا ياسر بالكتمان. ويلزمنا نفيقوا، يلزمنا نفيقوا وناخذوا صف واحد ما نتفرطوش، وحتى كان عملوا غلطات نصلحوا. وشهداء مش شهداء تاهمش يرجعوا المسكين، قالوا ربي ربي ينزل، مثقال ذرة خير ترى، مثقال ذرة شر ترى.
ان شاء الله كل حاجه كل شيء ياخذ في بلاصته، وبعد بالاسوسياسيون بالنظام وبالمده وبالتمارين ان شاء الله عندنا دوله تسمع. مش كيما احد زين وبرجيبه تقول والله احنا اسوسياسيون خذوا اشتريت في الحبس تو داير. حتى كان دوله ما 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 عينهاش ولا باش تناقش معنا وبزنس باين. شنو تنقول شنو نقول ما عادش باين الكبيره نتاعهم معوسه مساكن. وباش يسون انتيليجون رينا قداش من تيست قداش من محاوره قداش من فاسون كيفاش يتكلموا كيفاش يكسبوزي وكيفاش يحبوا في الناس. دونك انا كنت كنت فقيها فهندس هذا يا رايي لاحظته والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله.